عندنا نقص في العلاج، عندنا نقص 100%. لولا ما عندناش عياده، ما عندناش صيدلي هنا باه قال هذه الدواء مناش فوت مناش الدواء منا. تخصنا بزاف سوال، على بالك الشباب عندنا شويه مخصص في الخدمه، على بالك غادي تسكن غادي. الحمد لله يا ودي بناء الريفي الدوله ودي ما بخلت حتى على انسان. الحق رئيس البلديه يا ودي في الحق الشيء اللي يطيق عليه والله لا لا ناقصين المدارس، ما تخصنا ابتدائيه على بالك، راه الابتدائيه الاولى على بالك عليها الضغط كبير، على بالك العام هذا الجاي يقعدوا التلاميذ ربما ما يقوش وين يتمدرسوا. على خاصنا البيس، خاصنا الغاز، خاصنا التنقيه، اش كاين رئيس البلديه، اش كاين شاف الدائره، كله صناهم، رسلنا براوات، كل شيء رسلناه. هيا وكل شيء راه خاصنا، راك تشوف الحي هواك راه صاري له، ما فيه حتى حي، داروا كل راج نصه طافي ونصه شاعل. بالنسبه للحي هذا، الحي هذا راه مفتقد كلش، فيما يخص البيز، فيما يخص الغاز، فيما يخص الكليراج، الكليراج خدمه نصه ونصه قاعد طافي. كاين اللي راه باغي يسكن ما عندهاش كاين اللي راه ساكن وداير ساكن غير هاكو صاي، داير مطمورات وساكن فيهم. وفيما يخص تشوف الشوارع كي راهم دايرين، الحي هذا راه مهمشينه ديريكت، مهمشينه. من اطارات بلديه جهيد، شباب متحصل على شهادة جامعية لكن في عاطلين عن العمل. بلدية جقيق فيها حوالي 40 إطار جامعي، لكن هذه الفئة تعاني من التهميش، قلة مناصب شغل. البلاد هذه راها القبرة بزاف ياك، قبرة كاين نهار ينوض الريح راها تنوض حية كبيرة، والله ما تشوف بنادم حداك ياك. انا بلديه شقيق راه الشباب يخصها عطاء امور، عطاء منها التكوين المهني عند التخصصات لقضيه التنميه. نرى هنا ما عندناش كاع تنميه، ملاعب جواريه للشباب وفي اطار التوظيف تاع الثانويه. عندنا هنا اطارات متخرجين، اطارات لازم يتوظفوا، ما يجيش اي واحد من منطقه واخد اخرى والله يجي يتوظف. عندنا اطارات، عندنا الكفاءات، وعندنا كلش. نرى الحق هنا خاصنا كل حاجه، خاصنا البيز، الغاز، التطوارات راك تشوف كل شيء راه خاصنا. والله راك تشوف راه غير السفير العجاز راه مسحوب رادنا، كل شيء راه كاين، كل حاجه راها خاصه. الشوارع راك تشوف كي راهم دايرين بالها. رانا مقبولين، راني في 3 سنين ولا 4 سنين مقبولين. شوف اللي نمشوا له مير ما تقبلنا. مره قلت لهم انا في بيت نفسي، قلت لهم يا ودي عباد الله راه المطموره مليانه عليا وضايعه. قالوا لي معليش ما كانش مشكل. شحال رانا لا غاز لا كل شيء، رانا مردومين. ياك مردومين راد مشينا. ما الاولى ثاني الخدمه راح ما كانش كي نمشوا لهم ولا حي يقول لك اودي راك كبير وراك عندك السن وعندك ذيك وعندك ذيك. رانا مقبولين قبلنا شينا والله لا مقبولين. الطافي والغاز وخاصنا التطوارات، ورانا من 2011 حنا رانا نتنوا في هذا السكنات كان اللي مقيوم الحج تاعه ومازال ما بانت حي. حنا نطلبوا من سيد الوالي ومن شاف الدائره ورئيس بادي يشوف فينا في هذا الحيوان. راه في خاطر عندنا سكن هنا، خاطرنا نسكنوا في خاطرنا، كاين اللي خاطر يسكن كاين اللي راه كاري، كاين اللي يسكن تاهو كاري في الحي هذا. وفيما يخص عندنا شي غلط اخرين، يخصنا ماتيكو هنا، يخصنا ماتيكو هنا الحي هذا، ويخصنا فيما يخص الاستاد والرياضه. وكاع نهضروا الرياضه، الرياضه ما كانش هنا في شقيق. حنا متاكلين على هذا الوالي ولايه البيض ان شاء الله يشوف فينا، رانا مقبولين، ما عندنا حتى حي في الحي. متوقعين هذا لازم الخير، لازم الصلح، ربي يجعل الخير ان شاء الله. لا يمكن استفادت بلدية الشقيق من عدة مشاريع
منها تزويد الشوارع، الأرصفة، ملعب جواري معششف، بالإضافة إلى قاعة علاج بقرية بوغرارة، وكذلك تدعم الإنارة العمومية بقرية بوغرارة. كما استفادت البلدية فيما يخص التعليم، استفادت البلدية من إنجاز قسمين، قسم بمدرسة مقدم النعيمي بالشهيد، وقسم بقرية بوغرارة بمدرسة حمادي عثمان. والمدرسة فيها اكتظاظ كبير. نطلب من السيد الوالي والسلطات المحلية من إنجاز مجمع مدرسي حتى ينقص الاكتظاظ في هذه المدرسة. أما فيما يخص الصحة العمومية فنلاحظ نقص كبير فيما يخص التأطير، كذلك التجهيزات في القاعة العلاج ناقصة. إضافة وهذا النقص هنا فيما يخص التأطير، لأن أغلب الممرضين يقطنوا في البيض أو في الرقاصة، وإحنا طالبنا عدة مرات بإعطاء الأولوية لسكان البلدية من أجل توظيفهم، لأن عندنا شباب عندهم جامعيين و متوقعين هذا. بلادي الخير، بلادي مصطلح، ربي يجعل خير ان شاء الله. لا يمكن.